وبولاية معسكر أيضا تم تسليم مفاتيح أكثر من 240 سكنا عموميا إيجاريا وترقوي مدعم لفائدة العائلات المستفيدة في عديد بلديات الولاية. التغطية كانت لمراسلتنا غنية غني. السيد نشار كنت عايشة مستورة أنا وليداتي في سكنة ورثة عايشة والحمد لله، وين عطاوني وتكرموا عليا عطاوني السكينة ثاني نشكركم كاع. ساكن أنا والوالد والوالدة وكاع كنا في اف دو، حنايا ستة تاع الناس، عندي بيت نطيب فيها نرقد فيها والحمد لله ضروك فتح عليا ربي. ما يخص السكن كنت نسكن في مسكن غير لائق، والحمد لله ربي كما قال لك ذاك فرت عليا. قمنا بتوزيع اكثر من 241 سكن، فيه 220 سكن عمومي ايجاري وفيه 21 سكن ترقوي مدعم. اليوم قمنا بتوزيع هذا، فيه تقريب 100 سكن غادي نعطوهم مفاتيح ان شاء الله، و120 درنا لهم تخصيص مسبق في اطار برنامج فخامه السيد رئيس الجمهوريه. بالنسبه لسكنه بلديه معسكر عندنا اكثر من 5000 سكن رفضوا الانجاز، فيها اكثر من 2000 راهي على وشك الانتهاء.